أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا التول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامهو اللهم بفضلك سقاوتي وهرماني وطردي واقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظام إلهي بالتجلي العظام إلهي بالتجلي العظام في ليلة النصف من سحر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم أسألك أن تكشف عنا من البلاء أسألك أن تكشف عنا من البلاء أسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لم نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين.